وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر بصيانة المسجد الغربي لقرية المغير بشمال شرقي محافظة رام الله في الضفة الغربية بعد أن أقدم مستوطنون إسرائيليون على حرقه فجر الأربعاء. وستقوم الهيئة بناء على توجيهات سموه بالتنسيق مع مكتبها في الضفة الغربية بمعاينة الأضرار التي لحقت بالمسجد والبدء بصيانته.